إذن اليوم مستمعنا اقترح لكم كيكة برقائق ديال اللوز، المقادير قليلة ديال الكيك كتجي ممتازة، نتمنى أنكم تجربوها دائما. غادي نحتاجوا في المقادير 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيدة، كاس لاروب ديال الزيت، واحد ديال ياغورت بالنكهة ديال البنان. غادي نحتاجوا جوج المعالق كبار ديال رقائق اللوز محمرين ومهرمشين، وغادي نحتاجوا كذلك جوج معلقات كبار ديال رقائق اللوز اللي يكونوا خضرين يعني ما محمرينش، معلقة صغيرة ديال الخل، الدقيق على حسب الخليط ما كاينش قياس، وجوج خمارات ديال الحلوى. غادي نعاود، هاد الكيكه برقائق ديال اللوز غادي نحتاجوا فيها 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، واحد ياغورت بالنكهه ديال البنان. كنعبروا اما بالكاس ديال الياغورت، يعني داك الياغورت ديال البنان غادي نديروه في المقادير ونخويه ونعبروا به الزيت وسنيده، ولا ممكن ناخذوا الكاس العادي ديال العنبه، فكيبقى الاختيار ديالكم. فبالنسبه لهاد الكيك قلنا 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيدة، كاس لاروب ديال الزيت يعني كاس ما كاملش، كاس لاروب، واحد ياغورت بالنكهة ديال البنان، جوج المعالق كبار ديال رقائق اللوز لي زامون دي فيلي محمرين ومهرمشين، وغادي نحتاجو كذلك معلقة صغيرة ديال الخل، الدقيق على حسب الخليط، وجوج خمارات ديال الحلوى. وغادي نخليو على جنب جوج معلقات اخرين ديال رقائق اللوز يكونوا خضرين يعني ما محمرينش، رقائق اللوز محمرين ومهرمشين رقيق غادي نديروهم في الخليط ديال الكيك، وهذوك جوج معلقات غادي نزينو بهم الوجه ديال الكيك قبل ما ندخلوها للفران. بالنسبه للطريقه، اما بالطراب الكهربائي ولا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كل سيده وكيفاش كتخلط الكيك ديالها. غادي نخلطوا 3 البيضات مع كاس ديال السنيده، ملي كيتخلط لينا مزيان داك البيض كيترغوا كنضيفوا لي كاس ديال السنيده، وحنا كنخلطوا دائما السنيده مع 3 البيضات، ثم كنضيفوا كاس لاروب ديال الزيت وحنا كنخلطوا، كنضيفوا واحد ياغورت بالنكهه ديال البنان، ما درناش واحد فاني لان غنديروه مع اللوز افيلي، وكذلك الياغورت بنان كيعطي واحد النكهه مختلفه، فيمكنناش نخلطوا الياغورت بنان بواحد فاني. وكذلك غادي نخلطوا كل شيء مزيان هاد المقادير، ثم كنبداو ندخلوا يعني دوك جوج معالق كبار ديال رقائق اللوز يكونوا محمرين ومهرمشين، وجوج خمارات ديال الحلوى مع الدقيق على حسب الخليط يكون مغربل، كنضيفوا مع جوج خمارات ديال الحلوى تدريجيا شويه بشويه، حنا كنخلطوا حتى كيتخلط لينا هاد المقادير، وكنضيفوا في اخر مرحله معلقه صغيره ديال الخل. فهذه هي الطريقه، قلنا نطربوا مزيان 3 البيضات مع كاس ديال السنيده، ثم كنطربوا كل شيء وكنضيفوا كاس لاروب ديال الزيت وحنا كنخلطوا، كنضيفوا واحد ياغورت بالنكهه ديال البنان، ثم كنضيفوا جوج المعالق كبار ديال رقائق اللوز لي زامون دي فيلي محمرين ومهرمشين رقيق، هادو كنضيفوهم للخليط وحنا كنخلطو دائما بالمعلقه ديال الخشب، ثم كنضيفو الدقيق على حسب الخليط مغربل مع جوج خمارات ديال الحلوى، ما كندخلوش دائما بزاف ديال الطحين، نتحكمو فيه شويه بشويه مع دوك جوج خمارات ديال الحلوى حتى كنشوفو الخليط راه صافي، يعني الكيكه ما جارياش بزاف سائله وفي نفس الوقت ما ثقيلاش يعني بين وبين، فكنخلطو ملي كيتجمع لينا هاد الخليط، ثم كناخدو القالب ديال الكيك اللي حنا اختارينا كندهنوه مزيان بالزبده ونرشوه بالدقيق. بالنسبه للسيدات اللي كيلصق ليهم هاد المول الا كان يعني مول عادي يعني ماشي من ماشي عنده جوده عاليه اللي ما غاديش يلصق، ممكن انكم تدهنوه مزيان بالزبده وتدخلوه للكونجيلاتور المجمد، يعني هو المده اللي نتوما كتخلطوا فيها الكيك، ملي كتخرجوه غترشوه غير بشويه ديال الدقيق اولا ترشوه بالدقيق وتدخلوه المجمد، ثم ملي كتخرجوه راه عاد كتفرغوا الخليط ديال الكيك، ودائما الكيك كنهزوه من الفوق، يعني كان هذاك الاناء اللي فيه الكيك كنهزوه بيدينا من الفوق، كنخليو هذاك الخليط كينزل يعني على هذاك الخليط، يعني ما كنقربوش هذاك الاناء اللي فيه الكيك، ما كنقربوش حتى القالب ديال الكيك، كنخويو شويه وانما كنعليو من الفوق وكنخليو يعني هابط بحال شي شلال، يعني هازينو الفوق وكنخليو كيهبط باش كيجينا الكيك مزيان. وهذيك الاضافه ديال معلقه صغيره ديال الخل فهي كتحيد ديك السفوريه ديال البيض، وفي نفس الوقت كتهشش هذا الكيك وكتخلي خليه يطلع. ودائما نطربوا هاد المقادير مزيان، ثم قلنا ملي كنديروا القالب ديال الكيك ودهناه كنفرغوا فيه هاد العجين ديال الكيك، ثم كناخذوا دوك جوج معلقات ديال رقائق اللوز ديال زامون دي فيلي اللي هما خضرين طريين ما حمرناهمش، كنديروهم من الفوق وكنرشوا عليهم واحد فاني، يعني فوق هذاك اللوز كنرشوا ساشيه ديال الفاني وكندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر، يعني هذا العجين ديال الكيك كيكون الكيك من الداخل فيه دوك جوج معلقات كبار ديال رقائق اللوز محمرين ومهرمشين، هادو درناهم في الخليط كيكون محمر، ومن الفوق زيناه بجوج معلقات اخرين ديال رقائق اللوز ديال لي زامون دي فيلي اللي هما خضرين ما محمرينش، كنديروهم من الفوق ورشينا عليهم ساشي واحد ديال الفاني، عاد دخلنا الكيك للفران حتى طاب وتحمر بطريقه
الطريقه العاديه ملي كنخرجوه لكم الاختيار. الا بغيتوا تسقيوه بكاس ديال الليمون يعني نتقبوه شويه بالكوردون ونبداو نسقيوه بشويه ديال الليمون اما سخون مع يعني شويه ديال المزهر يعني كاين السم، ممكن نسقيوه غير بالليمون عادي، ممكن اننا ندهنوه غير بالناباج باش كيبان من المعفى ديك البلاصه اللي حنا درنا فيها لي زاموند افيلي لانه كتجي محمره بهذاك الفاني اللي درنا. كيف ممكن اننا ندهنوه فقط غير بالكونفيتور جاري ديال المشمش، ندفي واحد شويه وندهنوا الوجه كيجينا ملمع بحال بحال درنا الناباج. ممكن نكتفي فقط نخليه هكا يعني في تزيين عادي ديال دوك رقائق اللوز، اولا نديروا سكر كلاصي من النوع الممتاز نغبروه مزيان من فوق هاد لي زاموند افيلي. نتمنى تجربوا هاد الاقتراح ديال الكيك برقائق اللوز وبالصحه والراحه.